منذ قليل انتهت فعاليات مؤتمر برلين اللي دعت له المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بهدف الوصول لمسار حل سياسي للأزمة في ليبيا. هذا المؤتمر اللي كان بيشارك فيه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء الدول العربية والأوروبية والإفريقية ووزراء الخارجية والمسؤولين في المنظمات الدولية. وفقا لما جاء في المؤتمر الختامي اللي عقد منذ قليل، تعهد المشاركون في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. كمان رحب الإعلان الختامي بخفض العنف في ليبيا، داعيا إلى خطوات متبادلة ما بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة، ودعا كل الأطراف في ليبيا إلى الابتعاد عن ما يعرف بالمجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب. أيضا تعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفقا للقرار 1970. معنا مباشرة من ألمانيا الأستاذة إيمان بكري، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في ألمانيا. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان. مساء الخير يا أستاذة أمينة. مساء النور. انعقدت أمال كثيرة فيما يخص حل الوضع وما يحدث في ليبيا على مؤتمر برلين، وخاصة مع هذه الأطراف الدولية والإقليمية اللي مشاركة في المؤتمر. نقدر نقول بعد المؤتمر الصحفي إيه هي النتائج اللي خرج بيها اجتماع برلين؟ حقيقة لم يكن متوقع من مؤتمر برلين أكثر مما حدث على أرض الواقع. مثلما توقع الجميع أنه لن يأتي بجديد، لكن على أقل تقدير فهو بداية باعتراف المجتمع الدولي بعدة خطوات أو قرارات مشاركون عن 16 دولة. المشاركون بالفعل اتفقوا على أنه لن يكون هناك حل عسكري. هذه النقطة جدا، خاصة وزير الخارجية كان قبل يوم واحد من المؤتمر قد صرح محذرا بأنه إذا استمر التصعيد في ليبيا بين الطرفين المتصارعين الليبيين فسوف تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى. هذا الأمر تحديدا هو المشاركين بالالتزام بالتشديد على أنه لن يكون هناك حل عسكري. إضافة إلى ذلك نقطة عدم أو حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأنا أرى في هذه النقطة أنها استهدفت على وجه التحديد تركيا، نظرا لأنها الدولة التي كانت تدعم الإرهابيين والمنطقة داخل ليبيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، وهو الأمر الذي أعتقد أنه كان نقطة شدد عليها المشاركون في المؤتمر. كما أنهم بالفعل أكدوا على ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن النقطة الأهم تكمن في موافقة كل من رؤساء حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة. تلك اللجنة سوف تضم 5 ممثلين من كلا الطرفين، وسوف يكون هناك دعوات للمشاركين في عمل هذه اللجنة، أيضا العمل على إقامة مؤتمر لاحق في غضون أسبوعين لإقرار خطوات إضافية أو آليات تنفيذ هذه الاتفاقية. بشكرك الأستاذة إيمان بكري، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في ألمانيا، شكرا جزيلا. معنا كمان على الهواء مباشرة سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم.
قبل بس ما نسأل على تطورات الأوضاع في ليبيا وكمان يعني نتائج ما خرج به مؤتمر برلين، هي ناخد فكرة سريعة عن ما يحدث في ليبيا وعن الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر وإيه اللي كان بيعول عليه جميع الأطراف من مؤتمر برلين. سعاد سفير، يعني تابعت المؤتمر الختامي لمؤتمر برلين، يعني كيف ترى ما جاء من توصيات خاصة بالمؤتمر في التعامل مع الوضع في ليبيا؟ هل في أي جديد من شأنه أنه يؤدي في الفترة القادمة لأي تحسن للأوضاع على الأرض هناك؟ هذا المؤتمر جاء في إطار التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة وبين الحكومة الألمانية، وبدأ هذا التنسيق وهذا التعاون في شهر أغسطس الماضي بعد أن شهدت ليبيا تصعيدا عسكريا خطيرا، وتبين أنه ما من الطرفين المتحاربين لديه القدرة على حسم المعارك عسكريا. هذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب، توقيت ملائم للحيلولة دون تصعيد الموقف في ليبيا، وخصوصا بعد التدخل التركي السافر لصالح أحد الطرفين في الأزمة الليبية أو في الصراع الليبي. ما تمخض عنه المؤتمر، ما يعكسه المؤتمر، المؤتمر يعكس إجماعا دوليا على ضرورة دفع الفرقاء الليبيين إلى احترام الهدنة والموافقة على وقف إطلاق النار دائم، ثم إلى انتقال مرحلة الحل السياسي. من ناحية أخرى، هناك اتفاق بين الدول التي والمنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في هذا المؤتمر اليوم على ثلاث سلات. الأولى تتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية، الثانية تتعلق بكل المسائل ذات طبيعة عسكرية وأمنية، وثالثا ما يتعلق بالحل السياسي. وأعتقد أن الآليات التي أتفق عليها اليوم في قمة برلين من شأنها أن توفر زخما وقوة دفع مطلوبة للتحرك في الملف الليبي. من ناحية أخرى، هناك لجنة سميت لجنة 5+5 ستراقب وقف إطلاق النار، وستعمل على مراقبة تدفق السلاح. طيب، فيما يخص، يعني طبعا هي فكرة أنه المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات، وطبعا الأهم من التوصيات هي ضمان تنفيذ هذه التوصيات علشان
نضمن فكرة استمرار الحل السياسي. لكن كمان الإعلان الختامي الخاص بمؤتمر برلين تحدث عن أو تعهد وأكد على فكرة احترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970. طبعا عرفت بس من زمايلي أنه فقدنا الاتصال ب سعادة سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. هنعرف نرجع تاني يا جماعة ولا لأ؟ طيب احنا على العموم بنشكره شكرا جزيلا سعادة السفير. فكرة انه هذه التوصيات اللي خرجت من مؤتمر برلين اللي زي ما قلت يمكن في بعض الناس اللي عولت عليه كثيرا في حل الأزمة اللي بتتصاعد في ليبيا وإيجاد حل سياسي لما يحدث هناك، خرجت بمجموعة من التوصيات، ربما يكون في آلية لضمان تنفيذ هذه التوصيات واحترام الطرفين بوقف إطلاق النار والتواصل للوصول إلى حل سياسي على الأرض.